لو الاسم ينط رد ورايا الاسم اسمه رد محمد ابراهيم محمد محمد عطيه وعبد المعطي سليمان محمد ضيف السجن المشدد لمده 5 سنوات وتقريبا كل واحد منكم 50,000 جنيه ابراهيم محمد ابراهيم السيد صالح سنه و10,000 جنيه غرام عن التهمه الاولى والسنه و2,000 جنيه عن التهمه الثانيه طارق عبد العزيز سعد واسلام جميل فخري سجن مشدد لمده 3 سنين والغرامه 50,000 جنيه عن التهمه الاولى والحبس لمده سنه والغرامه 2,000 جنيه عن التهمه الثانيه حسام الدين ربيع محمود علي حبس معشور لمدة سنة والغرامة 10,000 جنيه عن التهمة الأولى وسنة والغرامة 2,000 جنيه عن التهمة الثانية حمدي سمير الباز براءة محمد أحمد محمد عبده عبد الرحمن السجن مشدد لمدة 3 سنين عن التهمة الأولى وسنة والغرامة 2,000 جنيه عن التهمة الثانية محمد السعيد سليمان بدير السجن المشدد لمدة 15 سنة محمد زكريا محرز محمد عوف حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد زكريا محرز محمد عوف بالسجن المؤبد عن الاتهام المسند إليه والمصادرة وإلزاماته بالمصاريف الجنائية وإثبات ترك المتعد الحق المدني لدعواها المدنية مع إلزامها بمصروفاتها رفعت الجلسة.